سلام الله على قلوب مطمئنة، سلام الله على قلوب راضية محتسبة أجرها على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائنا مع برنامج هذا ديننا. هنتكلم عن مواجهة الشريعة الإسلامية للكوارث والأزمات والأوبئة. زي ما احنا عارفين مفيش عصر من العصور إلا وقد مر بالأوبئة والأمراض. كتير مننا بيتخللوا بعض الأسئلة، هل هذا غضب وعذاب من الله سبحانه وتعالى؟ أم ماذا؟ أم هو فقط اختلال بالطبيعة؟ طبعا كلنا برضو عارفين أن جميع العصور السابقة وجميع الأنبياء والرسل قد مرت بهم أزمات وكوارث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عهده الطاعون، كذلك الصحابة، وقد قتل عدد كبير من الصحابة في طاعون عمواس بأرض الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومات صحابي جليل أبو عبيدة بن الجراح. هنتكلم على كل تلك الأسئلة وهنناقشها مع دكتور إسلام الأزاز الباحث بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. دعونا نرحب به. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، نورتنا النهاردة. والله أنا سعيد جدا بك. أنا سعيدة، يمكن إحنا بنعود للبرنامج كمان بعد توقف فترة ليست بقصيرة، وسعيدة إن أول حلقة أرجعها بتبقى مع حضرتك. حضرتك نورتنا. طبعا كان لازم نتكلم عن حديث الساعة، وهو الأزمة اللي بتمر بيها جميع البلاد في العالم، والكارثة الوباء العالمي كورونا. زي ما قلت في المقدمة إن العصور كلها السابقة مرت بتلك الأزمات، تمام. فعايزين نتطرق لمعرفة الأزمات التي مرت بالعصور السابقة، وهل هي فعلا كانت غضب من الله سبحانه وتعالى، أم هو فقط اختلال بالطبيعة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عن مصرنا وعن العالم الإسلامي أجمع الغلاء والبلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تمام. لما أجي أتكلم برضو عن الكوارث والأزمات اللي بتحصل، هل هي قضاء وقدر؟ من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من أتباع دينه الذي اختاره والذي ارتضاه لخلقه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. فمن كمال هذا الدين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بأركان الدين، ومن أركان الدين أن نؤمن بالقضاء والقدر. فكل ما كان وما يكون وما سيكون هو قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، أيا كان مرض أو بلاء أو ابتلاء أو موت أو أي شيء في الدنيا كلها، أي شيء يحصل سواء كارثة أو حادثة أو مصيبة، سواء تشمل مكان ضيق أو بلد صغيرة أو العالم كله زي ما نرى في الواقع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وأن يحفظنا بحفظه، ده كله قدر من قضاء الله سبحانه وتعالى. تمام. هل نستسلم إذن لقضاء الله سبحانه وتعالى، ماذا نفعل؟ الدين الذي أمرنا بأن نؤمن بالقضاء والقدر وأن نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى هو ذاته وبنفسه، يعني نفس الدين أمرنا أن نأخذ بالأسباب. يعني زي ما الدين علمني أن أنا أؤمن بالقضاء والقدر، علمني أيضا أن أنا لازم أخذ بالأسباب. طب أخذ بالأسباب إزاي حضرتك يا أستاذة هنا؟ يعني أنا اللي هقولي الأسباب وأنا اللي هقولي التعليمات اللي همشي عليها، ولا حضرتك ولا المواطن فلان ولا فلان؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى في قرآني قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى القرآن ما فرط في أي شيء. أنا دلوقتي أرجع لأهل الذكر منين؟ يعني مين أهل الذكر في الموضوع؟ إحنا دلوقتي بنواجه بلاء ربما هو يعني يعتبر مرض بالمعنى الدارج، اللي هو أسمع كلام مين وكلام مين اللي ممكن جداً يبقى صح، أتجه لأي مسؤول في البلد عشان المفروض اللي هو بيصدر التصريح والأوامر. مين اللي يعطي الأوامر دي أو مين اللي يعرفنا الأمور دي كلها؟ أهل التخصص اللي هو أهل العلم اللي هو أهل الطب. الكلمة هنا لأهل الطب، أو الكلمة العظمى
لأهل إذا الطب. إذا كان الوباء مرضي. تمام. فإذا الكلمة تكون لأهل الطب. هو شبه مرضي أو أغلب إن هو مرضي. تمام. فالكلمة العليا هنا تكون لأهل الطب وأهل التخصص في ذلك. نعم. اللي يقولوا لي عليه لازم أنفذه، واجب عليا إن أنا أطيع هذه التعليمات. أول شيء لو أنت حضرتك تلاحظي في الأيام اللي إحنا موجودين فيها الأيام دي، أول شيء هم بينادوا بيه من التعليمات اللي هو النظافة. وحضرتك زي ما تعرفي النظافة اللي هم يعني المنظمة الصحة اللي هم بينادوا بيها دايما نغسل إيدينا 20 ثانية بالماء والصابون والكلام ده كله، في حين ان احنا نسينا ان الدين الإسلامي نفسه أمرنا بالطهارة. فلما اجي اتكلم عن بقى أهمية اهتمام الشريعة الإسلامية بالنظافة والطهارة، كانت أكيد لأسباب متعددة منها مواجهة هذه الأوبئة. الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام ويزيد أمرنا بمثل هذه الأمور، وأمرنا ويزيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات أكان يعني هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني خلاص مش يعني هيبقى من درنه شيء. حتى قال فكذلك الصلوات الخمس. تمام. يعني سمعنا برضو أن المرض بيقف أو الفيروس كورونا بيبقى موجود في الأنف، وكمان الاستنشاق نفسه أثناء الوضوء ده بيخليك حتى لو في الفيروس يعني بيخليك تشفى منه. تمام. ما بيتدرجش بقى للجسد كله. طيب أنا لما أجي أتكلم النظافة بس ما كانتش طهارة، كانت النظافة متشعبة في الشريعة الإسلامية، لما أجي أتكلم عنها النظافة سواء تكون بدنية أو تكون على الثياب أو تكون على المكان اللي حضرتك موجودة فيه أو نظافة المجتمع من حولك. يعني الإنسان بيحاول إن هو يعمل على تنظيف المكان اللي هو قاعد فيه، والثياب وثيابك فطهر. نعم. والمكان اللي هو قاعد فيه يعني البقعة سواء كان قاعد فيها أو بيصلي فيها أو بيعمل أي شيء فيها. حتى الجسد ذات نفسه الإسلام أمرنا إن احنا ننظفه، حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها غسل الوجه، من ضمن غسل الوجه اللي هي الاستنشاق والمضمضة والأمور دي كلها. هما دلوقتي يعني بيفكرونا بسنة النبي. تمام. صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بطهارة الجسد في الوضوء وفي الاغتسال، وكذلك طهارة الثياب ده اللي أنا لسه شايفاها، وأكيد طهارة المكان في بعض الآيات. تمام. فيعني زي ما قلت برضو حضرتك أن الشريعة الإسلامية لما جت وصت بالنظافة كانت في كل الاتجاهات. تمام. ما اقتصرتش على حاجة واحدة. ده أمرتنا في أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. نعم. وكما قيل النظافة من الإيمان. حتى الآيات أكثر من أن تعد أو تحصى. ما هو برضو ده يخلينا ننظر حوالينا. تمام. اللي هو الشارع المصري يمكن أنا شايفة أن لا، إحنا من أحسن البلاد في العالم فيها الوباء ده بالذات، أن إحنا عندنا الحالات برضو مش يعني مقارنة بالبلاد الأخرى الحالات مش كتير. تمام. مع ذلك يعني على الرغم ان احنا معلش الشوارع بتاعتنا اغلبها مش نظيفة. والله دي بترجع لثقافة الشارع نفسه او ثقافة البيئة. من هنا بقى احنا لازم نوجه رسالة للشعب ان النظافة مش بتقتصر برضو فقط في البيت، لا ده لازم تمتد للشارع. فلما امدها للشارع الشريعة الاسلامية حست على ايه؟ شرع الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم امرتنا بالنظافة داخليا وخارجيا. داخل الإنسان وخارج الإنسان. خارج الإنسان ده يشمل المكان اللي هو فيه، وخارج المكان اللي هو عايش فيه أيضا. زي الشارع، زي الطريق، زي أعطوا الطريق حقه. تمام. يعني حتى من ضمن حقوق الطريق إن الطريق نفسه يكون يعني على أكمل أو على مستوى من النظافة. فدي مسؤولية الإنسان اللي ساكن، مسؤولية المسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام. طيب لما أجي أتكلم برضو عن الكوارث والأزمات، مش هتكلم بس في الشريعة الإسلامية، في العصور السابقة إحنا يمكن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تحدثت عن عقاب الله لأقوام وأنزلت عليهم المطر أحيانا، الجراد والضفادع زي قوم سيدنا موسى. تمام. وحاجات تانية يعني حينما أهلك قوم عاد بريح صرصر عاتية وقوم لوط كذلك. إحنا ممكن يكون هذا الوباء هو غضب من الله سبحانه وتعالى؟ إحنا حضرتك لو نظرنا إلى التاريخ على مر التاريخ من قديم الزمان وجدنا أن مثل هذا الأمر يحدث كثيرا جدا. إما أنه هو يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى علشان الإنسان أمر المؤمن كله له خير، وإما أنه يكون عقاب من الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا ليه أنه هو عقاب،
هتجد معظم أقوام الأنبياء بل جلهم وكلهم يعني عاقبهم الله سبحانه وتعالى، زي ما حضرتك ذكرتي منهم بالقمل ومنهم بالضفادع ومنهم بالخصف ومنهم بأمور كثيرة جدا بالمطر إلى آخر ذلك. يبقى لما يحصل حاجة زي كده إحنا ناخدها بالشقين، لإما ابتلاء الإنسان المفروض يصبر عليه، وإما إن عقاب إن المفروض الإنسان يراجع نفسه في مثل هذه الأمور. فلما أنت تشوف ابتلاء للمؤمنين وعقاب للعاصين. للعاصين وبرضو عقاب للعاصين عشان الرجوع. يعني ربنا بيعذبك أو بيعاقبك ببعض اللي أنت عملتيه لعلهم يرجعون. يعني ربنا بيعمل كده مش عشان هو متضايق منك، هو متضايق منك بس عايزك ترجعي. هو لو ما كانش حبك كان سابك تمديدي في الغلط اللي انت ماشيه فيه. تمام. فكون ان هو حاجه زي كده علشان انت تنتبهي وترجعي الى الله سبحانه وتعالى. تمام. اجي اتكلم برضو عن الوباء اللي وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. هو كان تقريبا في السنه 18 بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في جزء من بيت المقدس وانتشر في الشام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام الخلافة، وكان هو أمير المؤمنين في وقتها. في هذا الوقت، ودي كانت تاني سبب اللي احنا نتكلم عليه بعد النظافة، اللي هو الالتزام أو الحجر الصحي زي ما احنا بنسميه في الأيام دي. أول من سن الحجر الصحي هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إيه اللي عمله بقى؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع أي حد خارج المكان أو خارج البلد أنه يدخل، وأي حد جوه المكان أنه يطلع. كان في قصة أن سيدنا عمر كان ذاهب لأرض الشام ورجع منها، صح؟ فقيل له أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله سبحانه وتعالى. هو عمل كده عشان يعلمنا. أيوة. العبرة بقى، العبرة أن حضرتك الإنسان اللي جوه لو هو أصيب بالبلاء فذلك قدر الله سبحانه وتعالى، فده يكون داعي أنه لا ينتقل الضرر منه إلى غيره. فأنا دلوقتي حضرتك لو عايز أفر من المكان اللي أنا فيه المرض، ما أنا حامل المرض. علشان كده يعني الدولة بكل مؤسساتها والمؤسسات المعنية بالذات في هذا الأمر بتعمل جميع احتياطاتها وجميع كل ما تستطيع أن هي تحاول أي حد جاي من بره أن هي بتوقفه عند حد، أن هي تكشف عليه، أن هي لو شكت فيه يكون حاجة أن هي بتعزله في مكان. ليه؟ علشان يعني ما في أسباب وضعها سيدنا عمر لما مرضيش يدخل بأرض الشام، ولكنه أيضا أخرج السلام من أرض الوباء. تمام. طيب ما أنا لما أجي أتكلم برضو، هو فعل ذلك ليه؟ هو عمل كده ليه؟ حضرتك هو أخرج الناس الصحاح يعني غير المرضى علشان اللي هو تأكد منهم إن هم غير مرضى، علشان المرض لا ينتقل إليهم. هو عمل بالضبط حضرتك زي العزل. أنا لقيت في مكان واحد مصاب حجزته في مكان أو حجرت عليه في مكان أو أغلقت عليه حجرة من الحجرات، فأنا يعتبر سبته لوحده. هو ده نفس اللي سيدنا عمر عمل بيه. يعني الحجر الصحي اللي هم بنعمله دلوقتي أو بنحاول نطبقه دلوقتي، كان أول من نادى به هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكانت ذلك أول من نادى بذلك هو شرع الله سبحانه وتعالى. تمام. وربنا عمل مثل هذا الأمر أيام سيدنا عمر علشان يبقى قدوة لينا أن احنا ننفذه بعد كده، اللي هو الالتزام بالحجر الصحي أو العزل الصحي المنزلي، عدم الاختلاط. وياريت كل واحد يقعد في بيته. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا، أن الشريعة الإسلامية أوجبت على كل فرد فينا أن يلتزم بما وضعته الدولة أو المؤسسات المعنية من تعليمات وإرشادات. لما اجي اتكلم عن المخالفات ده، يعني احنا بنلاقي في بعض المخالفات اللي كانت يمكن في الاول، دلوقتي الناس يعني التزمت الى حد ما، اما اول التصريحات واول البيانات واول يعني نقول تطبيق الحجر الصحي في مصر، لا ما كانش فيه التزام من بعض الناس. فالناس اللي هي عدم الالتزام ده بيؤدي الى ايه؟ عدم الالتزام ده يعني انا عايز اقول لحضرتك واوجه رساله لاي حد ان هو بيحاول ان هو يخالف او ما يطبقش هذا الأمر على أكمل وجه، هو دلوقتي بيضر اتنين، بيضر نفسه وبيضر المجتمع. ضرره لنفسه أنت حر فيه بس برضه هتتحاسب عليه، لكن ضررك بالمجتمع أنت مش حر فيه، أنت حر ما لم تضر. الإنسان حريته تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. لذلك أوجب علماء الأمة وعلماء المسلمين في العهد المعاصر والزمن السابق أن من يخالف مثل هذه الأمور ويعمل على زيادة وانتشار هذه الأمراض هو آثم شرعا أمام الله سبحانه وتعالى. وقال بها كثير من العلماء، ده كل العلماء، لأن دلوقتي هي مرحلة حياة أو موت. يعني حتى المبادرة التي نادى بها وزير الأوقاف
اللي هو من غلق المساجد والى ذلك، دي كلها امور في الشرع. ليه؟ لان عندنا لا قاعده. انا لازم اتوقف عند غلق المساجد والاذان اللي هو قال صلوا في رحالكم، لا ده ليه حكايه تانيه. تمام، هاخد الاتصال الاول اللي معايا. استاذ صالح اتفضل يا استاذ صالح. وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا فندم استاذه هناء، ما شاء الله حلقه جميله جدا. ميرسي، ربنا يخليك. ودكتورنا المحترم العزيز على قد جدا دكتور اسلام. حبيبي يا شيخ صالح، الله ان شاء الله يعني تفصيل وتأصيل علمي وفقهي وتاريخي وتحت هذا كل ما تشاء حقيقه. جزاكم الله خيرا. اشكرك يا فندم. يعني اشارك بس حاجه بسيطه بالنسبه للحج الصحي اللي عمله سيدنا عمرو لسيدنا عمر الخطاب، واللي نادى لي طبعا عشان خاطر ما حدش يتأذى من هذا يعني الوباء اللي هو كان الطاعون. واود انني يعني اذكر ان هذا هو بلاء واختبار وامتحان، الله عز وجل يختبر ويمتحن سبحانه وتعالى كما ذكرتم، في بلاء يقع وفي هناك عقاب. نعم. الله عز وجل يقول فكلنا أخذنا بذنبه. نعم. الله عز وجل يقول في سورة العنكبوت فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خطفنا به غضبون إلى آخر الآيات. والآخر ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتحدث نفسه سلم أيضا في حديثه صلى الله عليه وسلم حينما قال في حق الانتشار ما يسمونه، أو في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا انتشرت الفحشة في قوم وأعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن سالفة في أسلافهم إلى آخر آية هذه الحديث. يعني من ضمن الكلام، طبعا مش عايز أطول الكلام ولكن حركة ممتعة. جزاك الله خيرا يا شيخ صالح. يعني قاعد وبيسمع الأستاذ هناء ما شاء الله بالعرض الجيد جدا جدا ما شاء الله. أشكرك. وبتحس بالشارع فعلا، والكلام فعلا بيصل للشارع وبيصل حقيقي. النظافة البدنية، النظافة الشوارع اللي هي مهمة جدا جدا جدا، وعلى قدر الإمكان الإنسان ينزل من بيته قدر الحاجة. وأيضا بالنسبة للإنسان يعني يجلس في بيته، دي أولى أولى طبعا. ومش عايز أطول على دكتورنا الإسلام عشان نسمعه إن شاء الله. أشكرك يا فندم. هل لديك أسئلة؟ يعني ما فيش سؤال عايز توجهه للدكتور إسلام؟ والله الدكتور اسلام استاذنا وحقيقي سؤال بس بسيط يعني لدكتورنا المحترم دكتور اسلام حبيبي، وهو عزيز علي يعني، هو زميل طبعا يعني استاذ ما شاء الله فاضل. سؤال بس بسيط بالنسبه يعني انا عايز توعيه اكتر بالنسبه للشارع، الناس تفهم يعني ايه غلق المساجد. الا الناس مش هتصلي، هنتكلم فيها والله. لا تبدأ مشكله المسجد، لا ده دي وباء، لا ده لازم نطيع اولياء الامور. هيئه كبار العلماء يعني افرضت بالذكر واصدرت فتوى، ولازم كله يلتزم ولازم كله يسمع الكلام. مش هنمنع الصلاه ولا حاجه، ولكن وقت معين يعني الصلاه تكون وقت يعني مؤقتا، مش على طول. انا ما نصليش طبعا، لا مستحيل، ولكن يعني بقدر ان احنا نفهم الناس ونوعي الناس. اشكرك. اشكرك يا استاذ صالح على اتصالك واسعدتنا باتصالك. حضرتك كنا بتتكلم عن الأذان والصلاة في المسجد. يعني أنا شايفة بعض مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة من الأئمة أو بعض الأئمة مش كلهم، دائما يعني ما ينشرون والله حينما كنت أؤذن للصلاة بكيت. طيب ما هو الوباء زي ما قلنا، ما يعني احنا مش أول ناس، احنا يعني هو يعني احنا مستمرين. الوباء وقع في عهد الصحابة، وأكيد كانوا بيطلعوا يؤذنوا ويقولوا الله صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. وكذلك وقع زي ما قلنا في عهد الأنبياء والرسل قبل الرسول. فبالتالي أنا عايزة أعرف هل إن هو يطلع يبكي هل ده خشوع؟ يعني هو ده المطلوب إن أنت تطلع؟ لا، ما المفروض إن أنا أطلع يعني أوصي الناس وحضرتك. ده فشرع ربنا حضرتك، ده انسياق غير صحيح. أو يعني أنا بكبر موضوع، حتى لو هو ما كانش قبل كده في الأمم السابقة ولسه جديد عندنا، ده شرع ربنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام ماجه وصححه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، قال من سمع النداء فلم يأتي فليس له صلاة إلا من عذر أو من مرض، إلا من خوف أو مرض. يعني هو قال عذر في الحديث. فسيدنا عبد الله بن عباس لما سئل ما هو العذر قال خوف أو مرض. لما حضرتك تيجي تشوفي الحديث ده أو الاتنين دولت اللي هو المرض والخوف في الزمان اللي احنا عايشين فيه والوباء اللي احنا بنواجهه،
ما هو ده المرض والخوف في نفس الوقت. تمام. يعني هو ده العذر فعلا اللي ربنا يقبله في عدم رواحك لصلاتك في المسجد. ايه بقى ان انا اعيط؟ اعيط ان انا بنفذ شرع ربنا. دي رخصة والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بالظبط. ده شرع ربنا إن لو في مرض أو في خوف أنا واجب علي ألتزم البيوت. وحضرتك دلوقتي الإنسان اللي بيعيط أو الإنسان زي المخالفات اللي ذكرها وزير الأوقاف قال لك إن في 6 أئمة على مستوى الجمهورية بس من جميع المساجد إن هم صلوا المساجد فعلا سواء في مكان أو في المسجد. طب ده هو إيه اللي هو بيعمله ده؟ ده انتشار مرض ولا هو كده بيعالج؟ إيه كمان كان في معلومة برضو لازم نذكرها. احنا مش بنهول للموضوع والحاجة، بالعكس احنا يمكن في رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان الطاعون اللي وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الطاعون ده وقض على 25 ألف مواطن او 25 ألف شخص. فاحنا في رحمة يعني ما زلنا من ربنا سبحانه وتعالى. 25 ألف وقيل 30 ألف كمان. طيب يعني وان هو اصلا اول ما بدأ في ارض فلسطين وهو سمي بطاعون عمواس نظرا لدي قريه صغيره في فلسطين وسمي على اسمها المكان اللي وبعد كده امتد لارض الشام. تمام. فزي ما قلنا قد تكون ابتلاء الحاجات دي من ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن ليتقي ويزداد في ايمانه، وقد تكون برضو عقوبات للعاصي ليتوب ويرجع عن معصيه. هنكمل برضو لما اجي اتكلم عن كيفيه الصلاه. يعني احنا اتكلمنا عن كيفيه الاذان وان دي رخصه ربنا اتاها للمؤمنين او للمسلمين. برضو الصلاة، طيب أنا هل ممنوع أن أنا أصلي تماما في المسجد؟ يعني ما ينفعش زي ما شفنا برضو بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي أن أنا ممكن أصلي وأسيب مسافة ما بيني وبين اللي جنبي بعض الأمطار وهكذا، ولا لا ممنوع تماما؟ والله حضرتك اللي يحكم في هذا الأمر أهل الذكر وأهل التخصص. يعني لو أهل الطب أو كلمة الطب قالت إن أنا لو صليت بعيد عن اللي جنبي مثلا متر أو مسافة، طب أنا مش هقدر أقيد ولا أعمل الأمور دي كلها ولا أقدر أنفذها على أرض الواقع. طب أنا ليه أدخل نفسي في شبهة ممكن تصيب ضرر للأمة كلها وممكن تصيب ضرر للبلد؟ هو اللي بيصلي في البيت مش هياخد ثواب، واللي هيصلي في المسجد هياخد ثواب. أي نعم ثوابه أكبر في يعني في كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده عذر. العذر إن ربنا سبحانه وتعالى مش بيديك أقل من ثوابك. يعني حضرتك بالظبط زي اللي قادر مش قادر يقف وهو بيصلي وصلى وهو قاعد هياخد ثواب زيه زي اللي واقف بالظبط. ليه؟ لان ده عذر. فانا يعني اناشد جميع المسؤولين واناشد نفسي واناشد المواطنين ان احنا واجب علينا ننفذ كل شيء الاولياء الامور بيقولوا حاجه زي كده. النقطه الثانيه ان تشديد العقوبه على من يخالف، لان هو دلوقتي مش بيحافظ على نفسه بس بيحافظ على الامه وعلى المجتمع كامل. تمام. انا معايا اتصال تاني من بوابه، استاذه بوابه دوابه من اسوان. دوابه اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضراتكم. حضرتك يعني ربنا يرفع البلاء عن العالم ان شاء الله. بس حضرتك في محافظات لسه التوعيه يعني مش كامله فيها، زي هنا في اسوان عندنا ما فيش توعيه، يعني يعتبر الناس في النهار عادي جدا ماشيه ولا كان في وباء. تجمعات ما زالت موجوده. وبعدين اصحاب الجروبات دول اللي بيستدعوا برضو انصارهم على الصفحات برضو يعني يرعفوا بانصارهم شويه، ويا ريت الدوله تعمل لهم عقوبات الناس اللي هيتسببوا في نشر الوباء دول. ما حضرتك ده اللي بنناشد بيه، ما دي اللي احنا بنقول. احنا ما زلنا بنتكلم عن يعني احنا بنناشد برضو المواطنين وبنتكلم عن اوامر الدوله ان الحاجات دي كلها احنا الناس اللي بتجمع انصارها وبتجمع. حضرتك المسؤولين عن الكلام بينهم. حضرتك هي اسمها ايه؟ دوابة. يا استاذة حضرتك المسؤولين في المكان اللي انت حضرتك موجودة فيه المفروض يكون في حزم في الامر. احنا هنا في اسوان حضرتك ما فيش في النهار، حضرتك انزل في اسوان هتلاقي الناس عادية منتشرة عادي، ولا وحضرتك كمان اللي عنده صفحة على النت ولا عنده جروب بنجمع انصار في اي وقت. حضرتك يا ريت يكون في عقوبات على الناس دي عشان هتتسبب في تدهور الحالة في المحافظة. حضرتك خلاص من, من 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 هذا المنبر منبر البرنامج احنا بنناشد المسؤولين في المكان اللي حضرتك. اشكرك يا استاذه دوابه على اتصالك، واحنا بنناشد طبعا جميع اهالينا في اسوان بالالتزام بالحجر المنزلي واتباع التعليمات، مش حفاظا بس على نفسه ده كمان حفاظا على اهله وعلى كل من حواليه، مش بس اهله وكمان نفسه. ده غير ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فان انا اعمل تجمعات او ادعو غيري للخروج عموما ومخالفه الاوامر او مخالفه التعليمات
التعليمات، فدو انا بعمل معصيه، انا بعمل اسم زي ما حضرتك تمام. قلت، فاللي هو يمكن الناس ما عندهاش الوعي ده، فتفضل لازم حضرتك توجه لهم رساله. يعني انا حضرتك عايز اقول كلمه يا ريت نفهمها كويس، ان ده واجب شرعي، واجب وفرض، فرض عين على كل مسلم ان هو يلتزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات والارشادات حتى لا يصيب لا نفسه ولا غيره. حضرتك في قاعدة شرعية بتقول أو قاعدة فقهية الضرر يزال، فالضرر هيجي لما أنا أتواجد في التجمعات والأماكن اللي فيها ناس كتير، فأنا حرام عليا كده لو أنا تسببت لغيري بهذا الإذاء، فواجب شرعا، واجب شرعا إن أنا ألتزم، ومن يخالف ذلك شرعا هو آثم. وفي نفس الوقت كل مسؤول في مكانه عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويحاول على قدر الإمكان أن يكون على كامل الحزم وكامل العقوبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يحفظنا ويحافظ علينا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا لازم برضو أتكلم عن ألتزم إزاي بالتعليمات برضو، ما هو يمكن الناس مش عارفة إيه هي الالتزامات اللي ممكن تعملها لما يبقى في وباء، المفروض أعمله أنا علشان أحافظ على نفسي، أحافظ على أهلي، أحافظ على أهل منطقتي، على جميع من حولي. لازم حضرتك تقول لي يعني معلومات عن الالتزام كيف يكون، ولكن بعد ما أخذ الاتصال اللي معايا أستاذة رحاب. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة رحاب، اتفضلي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، أخبار حضرتك إيه؟ منورة البرنامج. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. دلوقتي معظم التمريض دلوقتي هم اللي في مواجهة وباء الكورونا وهم اللي تحت الضغط. دلوقتي في بعض التمريض لجا إن هم ياخدوا أجازات خصوصا عن أهاليهم وبيوتهم وأولادهم. تمام. إيه رأيك دين في كده؟ هل هي كده اتخلت عن واجبها كتمريض هي دلوقتي ده دورها؟ ولا دلوقتي هي دلوقتي بتحاول تاخد أجازة عشان تحافظ على بيتها وعلى كل اللي حواليها؟ تمام، وصل. عايزين نعرف ايه رأي الدين في الموضوع ده. وصل السؤال يا استاذ رحاب، اشكر حضرتك على اتصالك. دكتور اسلام هيجاوب على حضرتك. حضرتك هي دلوقتي بتقول تمريض، يمكن هي ممرضه وهي يعني اخذت اجازه وقعدت في البيت حفاظا على زي ما قلنا اهلها. هي حضرتك بتسال لو خدت اجازه هيبقى حرام؟ ولا كده نفترض ان ده حصل، هي اللي عملته حرام ولا ترجع تاني ولا ايه؟ انا عايز اوجه لكم في البدايه كل اللي هو من على شاكله التمريض والطب اللي هم الابطال الحقيقيين. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيكم كامل الصحه والعافيه وان يجازيكم كل خير، انه ولي ذلك والقدر عليه. لكن حضرتك دلوقتي انت ما بين مصلحه خاصه ومصلحه عامه، مصلحه خاصه الحفاظ على نفسك واهل بيتك، مصلحه عامه الحفاظ على المجتمع. اللي يحكم على الحفاظ على المجتمع رئيس حضرتك في العمل، رئيس حضرتك في المكان اللي انت شغاله فيه. لو هو شايف ان المكان ان اجازتك هتخل بالمكان اللي حضرتك شغاله فيه وهيبقى عائق او يتسبب في عدم اكتمال العدد اللي هو يقوم بالدور الكامل، لا يبقى ده يجب عليك ان تلزمي العمل. اما لو هو وافي على الكلام ده وقال لك مفيش مشاكل وفي بديل ليكي او في عدم وجودك العمل هيكتمل، يبقى في الوقت ده خلاص مفيش مشاكل. يبقى اللي بيقر هذا الامر رئيس العمل من ناحيه ان هو العمل العدد هيكتمل والعمل. هي برضه دلوقتي لو نفترض ان هي ممرضه واعتذرت عن استكمال رسالتها في التمريض، ويعني وخاصه في الازمه اللي احنا بنعيشها، هل عليها اسم؟ ايوه عليها اسم بدون اي سبب، هي بس عايزه تحافظ على اهلها اللي في البيت. حضرتك دلوقتي هو دلوقتي ينفع انا اكون جندي في المعركه وارجع؟ ما ينفعش. تمام. لازم اتكلم سريعا علشان احنا الحلقه بتاعتنا خلاص اوشكت على الانتهاء. عن كيفيه الصلاه. كيفيه الصلاه حضرتك ان انا خلاص احنا اتفقنا ان احنا مش هنصلي في المسجد تبعا للاوامر وتبعا لعدم انتشار الضرر والوباء. انا اصلي في البيت، اصلي اقل الجماعه باثنين، امام وماموم. انا فيها ايه لما اصلي بزوجتي؟ فيها ايه لما اصلي بوالدي او والدتي او اخويا او اي انسان؟ لكن هي تصلي عادي، هي تصلي عادي، مفيش فيها اي مشاكل. وده غير ان احنا لما بنبقى برضه في مرحله كوارث او ازمات، ان اجر البيت الصلاه الفردي هو نفس اجر الجماعه في المسجد، هياخد نفس الثواب عند ربنا، وربنا ارحم مني ومن اي حد، وربنا يعني ثوابه عظيم. تمام. احنا معانا وليد، اتفضل يا استاذ وليد. يا ليدو وليد اطلع يا ولد. ماشي نكمل حديثنا. طيب احنا اتكلمنا عن كيفيه الصلاه وقلنا هي الصلاه في البيت بنفس اجر الصلاه في المسجد. لما اجي اتكلم برضو عن زي ما قلنا ان ممكن الابتلاءات اللي احنا فيها دي قد تكون يعني غضب من ربنا سبحانه وتعالى او عقوبات، تمام.
كيف يرفع هذا البلاء؟ يرفع هذا البلاء بأمرين، الأخذ بالأسباب كاملة بدون تهاون وبدون استثناء، ثانيا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الرجوع إلى الله حاجة، والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حاجة تانية. الرجوع إلى الله إن أنا أقف مع نفسي وحاسب نفسي وأغير في نفسي، ربنا جايب حاجة زي كده وابتلاني بهذا الأمر علشان إن أنا أغير في نفسي، أنا ممكن أكون على الطريق غير المستقيم، فربنا بهذا الأمر نبهني إن إحنا كمجتمع برضو لما يحل بينا وباء أو ابتلاءات، إيه اللي المفروض نعمله مع بعضينا؟ ما احنا حضرتك احنا قلنا الاسباب اللي وضعتها وزاره الصحه وعدد يعني منتشر غير الالتزامات، انا اعمل ايه؟ ما برضو لازم، انا كنت يعني اتمنى ان حضرتك تقولي الناس ننزل نساعد بعض، يعني معخذ الاحتياطات، الكمامه، جوانتي طبعا، الحاجات دي، بس ما انا لازم اسال على جاري ده، ما انا مش عارفه هو اللي كان بيشتغل وفي الحاله اللي احنا فيها دي ترك شغله، هو ظروفه ايه دلوقتي؟ صح كده؟ تمام. هو حضرتك النظافة زي ما احنا قلناها، الالتزام في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ثالثا اللي هو مساعدة المسلمين أو مساعدة المواطنين بعضهم ببعض. أنا لازم أشوف جاري أو غيري محتاج، يمكن في حاجة برضو شدت الانتباه دلوقتي، إن احنا معلش ده حقيقي جميع أو أغلب، مش هقول جميع لان في رجال اعمال كتير صراحه عملوا خير، اغلب رجال الاعمال دلوقتي اختفوا من على الساحه، اغلب الفنانين والمشاهير دلوقتي محدش شايفهم، الناس دي راحت فين؟ يعني انا عايزه اعرف الناس اللي عامله اقنعه من ذهب، الناس اللي عندها اسطول من العربيات ويعني وغيره، ربنا يزيد الناس. انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان فين المساعده؟ فين المساعده؟ احنا في ازمه حقيقيه، انا مش شايفه الصراحه في الشارع دلوقتي اللي بيدير الازمه دي بعد الدوله والحكومه غير الاطباء، يمكن الاطباء كمان في المقدمه. المواقف والازمات بتبين مين الانسان اللي يستحق التقدير. المواقف والازمات، احنا في الموقف ده اللي بيبين الازمه ديت احنا عرفنا مين اللي احنا الانسان اللي احنا المفروض نقدره، الطائفه اللي المفروض ان احنا يعني نرفع لها الاقنعه والقبعه، الانسان الطائفه اللي المفروض نحترمها ويعني ونعطيها كامل التقدير والاحترام، اللي هم اهل العلم بكل مجالاته وخاصه الباحثين وخاصه الاطباء. يبقى موقف زي ده عرفني مين الانسان اللي كان وجوده ملوش لازمه، ومين الانسان ان انا ما اقدرش استغنى عنه في حياتي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تمام. احنا في النهاية طبعا ما فيش كارثة بتحل إلا والمجتمع مسؤول عنها. لما ربنا سبحانه وتعالى دمر فرعون كذلك دمر جنوده، ففرعون وجنوده على السواء. فدايما الابتلاءات بيكون المجتمع مسؤول عنها سواء بشراكته فيها أو بالسكوت عنه أو عنها. بشكرك دكتور إسلام محمد الأزاز الباحث بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، نورتنا النهاردة في أول حلقاتنا بعد العودة برنامج هذا ديننا، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى. شرفين. وأشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقات أخرى وهذا ديننا.